ذكرى محمود ياسين الاسبوع الجاي، احكي لنا على مواقف معاه بقى، احكي لنا عليه شويه. احكي لك. محمود ياسين حبيبي قوي، فكان بيرشحني في الافلام كلها اللي بيعملها، ويجوا المنتجين يقولوا لي عايزين محمود ياسين يوافق على الورق ده وليه الدور يعني. رشوة. فاروح له، فجاي قال لي العالم بتهاجمني وتقول لي عماد محرم تحطه في كل فيلم، فانا بعمل فيلم اسمه البطنية، في 10 ابطال وعشرين ممثل، فان شاء الله انا مش هقول لهم عليك بس هيجيبوك. وجينا في يوم، محي اسماعيل كان صاحبي بنخرج كل يوم مع بعض، قال لي طالبني في فيلم البطنية حسام الدين مصطفى، بس انا حسام مصر عليا واجري اللي طلبته لازم اخده. قلت له طالب كام يعني؟ بمحبة. قال لي طلب 10,000. وفي وقتها كان الاجر لا، محمود ياسين كان واخد 15. يا نهار ابيض، ما شاء الله، محي اسماعيل من زمان. قال لي طالب 10,000. احنا بنصور فيلم، بنعمل دوبلاج لفيلم قديم مع محمود ياسين، في صاله الدوبلاج ممنوع حد يخش ضيوف. الباب خبط، لقينا محمود ياسين طلع فتح، محمد مختار المنتج، منتج البطنيه. فسلم عليه وبتاع، وقال له اتفضل وبتاع. استاذن المخرج تيسير عبود، قال له يتفضل. راح قاعد لب الدوبلاج اللي انا عملته وخلاص، ومبروك يا جماعه وماشي. لقيت محمود ياسين بيقول لي عماد استنى شوية، بيكلم محمد مختار، قال له الولد ده كويس؟ قال له كويس جدا. قال له طيب تعالى. قلت له ايوه يا استاذ. قال لي انا محمد مختار. قلت له عارفك حافظك. قال لي فاضي تشتغل معانا في فيلم البطنية لو حصل نصيب؟ قلت له مش فاضي لأي حاجة في العالم الا الفيلم ده. ضربت على قال لي طيب انا في ممثل تاني موعده بكره الساعه 10 الصبح رد نهائي، ان ما ردش يبقى انت، ده تليفوني هتكلمني 10 الصبح وانا ساكن في الزمالك. خدت محي قلت له ايه الحكايه؟ انا سمعت النهارده دايلوك كده في البلاتو بيقولوا طالب غالي، قال لهم المخرج الغالي ثمنه فيه وهيوافقوا. قال لي ده من اديني انذار برقم معين وارد عليهم 10 الصبح. ما رايك؟ ما ردش. قلت له لا، هتاخد الرقم بتاعك. انت طيرته. فيلن. ورحت سهران. ده فيلن فيلن بقى يعني، مش في الافلام بس. روحته كان ما عندوش عربيه، كنت روحه الزمالك ودخلته البيت وشلت فشت التليفون وانا خارج عشان تضمن تماما ان ما حدش يوصل. ورحت وصرت وكلمت حسام محمد مختار منين؟ من تحت عمارته. قلت له ايوه. قال لي الساعة كام؟ قلت له 10:30. قال لي ما ردش. طيب انا في الزمالك؟ قلت له انا تحت البيت. ده خطة بقى، خطة. انا مخبره في البيت. مش شايل فيش التليفون. وراح لحسام الدين مصطفى. ما كنتش اعرف حسام. فتح قال له اسم الشخصية خليل؟ قال له خليل. قال له التاني ما اتصلش؟ قال له لا. طب وبعد ما عرف بقى ماشي. بعديها بثلاث ايام كان عيد ميلاد الملك فريد شوقي، وكان عامله محمود ياسين في بيته، ودخل محي، فانا قلت له للملك انا استخبيت. في حماك. لان عرف. قال لي قسما بالله انا ما عنديش عربيه، بس اول ما اشتري عربيه هخبطك بيها. لازم اخويا حبيبي يعني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com.
أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.